خلينا نعرف ايش معنى الاضطرابات او الاضطرابات اللي عمالها بتظهر، اضطراب التوحد، اضطرابات النمائيه السلوكيه الاي دي اتش دي، او صعوبات التعلم، او اسباب النسيان عند الطفل، او عدم التركيز، عديد من هذه الاضطرابات. هلا كيف بدنا نكتشف؟ خلينا نعرف شو يعني اضطراب. الاضطراب معناه بالانجليزي ديس اوردر، هو الانحراف عن السلوك الطبيعي. مثل خلينا ناخذ اضطراب التوحد. اضطراب التوحد من اضطرابات النمائية العصبية، هي تؤدي إلى ضعف التفاعل الاجتماعي ونقص التواصل اللفظي والغير اللفظي. هلا كيف ظهر اضطراب التوحد بما انه هو عندنا منتشر؟ واحنا انه ليش تشكرتكم على طرح هذا الموضوع، لانه احنا بنزيد الثقافه والوعي عند الاهل انه في علامات، في هناك مؤشرات بتظهر على الطفل انا لازم انا لاحظها. في كان عالم في عام 1943 اسمه ليو كانر، طبيب نفسي، ظهر بعض السلوكيات على الاطفال اللي كانوا يجوا عنده، كانوا يكرروا بعض الكلام، يعملوا تصرفات abnormal، فأطلق عليهم مصطلح أوتيزم. الأوتيز يعني بالكلمة الإغريقية أي متمحور حول الذات. ثم تم ترجمتها للتوحد. هلأ شو المؤشرات اللي بتظهر والأم بتقدر تلاحظها؟ أولاً لما تردعه في أول 3 شهور في ما في تواصل بصر بينه وبين بين الأم والطفل. هلأ أنا بيني وبينك في تواصل بصري، أنا بفهم لغة البودي لانجوج تبعك، أنا أنت بتفهم لغة البودي لانجوج تبعي، فالطفل ما في، هو ما بعطينا أي ردة فعل. يعني هاي نقطة مهمة، يعني إذا الأم اكتشفت بالفعل إنه أثناء الرضاعة إنه ما في تواصل بصري بينها وبين طفلها، هذا ممكن يكون خروج عن السلوك. خروج أول ثلاث أو انحراف، أنا نسميها انحراف عن السلوك، الطبيعي. يعني مفروض الطفل الطبيعي إنه أثناء الرضاعة ينظر لعينين والدته، يطلع فيها وهي تطلع فيه. أي نعم.